لكن اسمح لي فضيلتك، يعني عايزة أعرف الدكتور أحمد عمر هاشم الطفل، ألم تستهويه في يوم من الأيام كرة القدم، المصارعة؟ بلا شك. في المعهد الديني كانت هناك فرق رياضية، وكانوا وما زالوا حتى الآن يعطون للرياضة قسطا كبيرا، فكانت هناك فرق رياضية وكرة قدم ومصارعة وجميع أنواع. لكن ماذا كانت هواية حضرتك في الطفولة؟ والله لو ذكرت لك أمر له العجب، أنني دخلت في كرة القدم في الإعدادي، وفي الثانوي دخلت في المصارعة. استهوتني فرقة كرة القدم والمصارعة. فكنت أتمرن عليها وعلى غيرها، وطبعا الزملاء والظروف كانت تتيح لنا مثل هذه الأمور التي كانت إلى جانب الدراسة الدينية، كانت أيضا ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها. أذكر وأنا في الإعدادية أو الابتدائية مارست التأليف، لأن طلاب الأزهر مبكرين في مواهبهم، فكان بعضهم يؤلف بعض الكتب بعض القصص، فألفت قصة وطبعتها. كانت القصة كانت عن إيه فضلتك؟ كانت قصة أدبية نهاية أمل، بصور أمل بعض الشباب في حياته ومستقبله إلى آخره. وفي الثانوي ألفت مسرحية شعرية عنوانها أصحاب الجنة، استقيتها من القرآن: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبعين، إلى آخر القصة. وطبعت ونشرت، ومن الطريف أن هذه القصة التي طبعت وأنا في المرحلة الثانوية طبعتها الآن في ديوان شعر خاص بي. وعندما كنت معارا في المملكة العربية السعودية بعد أن حصلت على الدكتوراه، وتقدمت بهذه القصة الأدبية الشعرية إلى إذاعة نداء الإسلام، أذاعوها ومثلها بعض الشباب من السعودية. كان حلم محقق إن حضرتك تنتقل إلى جامعة الأزهر، هل كان حلم الدكتور أحمد عمر هاشم في هذا الوقت؟ كان حلما، وكانت رغبة لوالدي رحمه الله، الله يرحمه، أن أدخل كلية أصول الدين وألتحق بها لخدمة الكتاب والسنة، ووهبني لخدمة الأزهر وخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. فالتحقت بكلية أصول الدين، وفي اليوم الذي قبلت فيه قابلني بعض الطلاب القدامى وقالوا لي: نحن نخرج مجلة للشباب ونستطلع رأي الذين التحقوا بالكلية لأول عام مثلك، فما هو شعورك؟ فقلت لهم: أمهلوني حتى أجيبكم على هذا السؤال بالشعر. ففضلتك قلت لهم أمهلوني بعض الوقت لأرد عليكم بالشعر. سأجيبكم على هذا السؤال شعرا. وتصوير لمشاعري عندما قبلت طالبا في كلية أصول الدين. وكتبت أقول: لما دخلتك يا أصول الدين قد زاد حبي واطمأن يقيني، ورأيت فيك مشاهدا دفاقة بالخير من حين هناك لحيني، فعميدنا الورع التقي وصاحب القلب النقي رعى أصول الدين. كان العميد آنئذ هو الإمام الأكبر
الذي عين شيخا للأزهر بعد ذلك، وهو الدكتور عبد الحليم محمود.